محبسه هو أرسل معانا خطاب حب أنا حب أعرضه على حضراتكم. هو الخطاب دوت موجه لحضراتكم يعني. فهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ومن والاه. يا ربي لك الحمد على كل حال، لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينه ما بينهما ومن ما شئت يا ربي من شيء، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك ربنا سبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هكذا يفتتح جند القسام ببيانات عملياتهم الاستشهادية قبيل دقائق من تنفيذ هذه العمليات. ولقد اخترت هذه البداية لسببين، أولهما هو أنه بسقوط الانقلاب يكون قد أعد جيش التحرير فلسطين بإذن الله، وثانيهما وهو الأهم أننا على الدرب ماضون وسائرون، فقد دخلنا في هذا المكان بنية الاستشهاد في سبيل الله، فإن كتب لنا الخروج أخذنا أجر الشهادة بالنية. ويقول الباري سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فوالله ما نحن فيه من حسن معاملة وصبر من الداخلية علينا داخل سجون الانقلاب إلا راجع لصبركم وثباتكم في الميادين. ولو أنكم تخليتم للحظة عن الميادين لقتلونا في أماكننا ولحدث لنا تصفية جماعية، ولكن ثباتكم يقلقهم ويحمينا. فاثبتوا وقدموا أغلى ما تملكون، فزوالهم بدأ يدنو ويقترب، وما هي إلا أيام لهذا الانقلاب بإذن الله. فنحن متفائلون بترشح وفوز الخائن القاتل السيسي، ونعلم من خلال قراءتنا للتاريخ أن الانقلاب يأخذ شكله الصحيح ويستمر في الظلام حتى يستنفد الجهد البشري فيأتي التدخل الإلهي ويتحقق قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. ويتحقق أيضا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فاستمروا في صبركم وثباتكم فأنتم الصابرون لا نحن، وصبركم في الخارج أعلى قدرا ومقاما من صبرنا، لأن صبركم وثباتكم في الخارج صبرا اختياريا، أما صبرنا مهما بلغ فهو اضطرارا، بمعنى أنه لا أحد فيكم مجبر على النزول إلى الشارع أو الخروج في مظاهرة يعلم أنه قد يموت أو يعتقل فيها، أما نحن فالصبر واجب علينا. فوالله أخوف ما نخاف ليس الحكم علينا، لأننا سائرون بمنهج الإمام ابن تيمية لماذا يفعل بي أعدائي. فإن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فموتي شهادة، ولكن نخاف على مصرنا من نتائج هذا الظلم. فسبحانك ربي ما أحلمك علينا، الظلم بين والمولى سبحانه وتعالى صابر عليهم حتى إذا أخذهم لن يفلتهم. فأنا أظن أن نتيجة هذا الظلم ستكون مهلكة، فقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. صدق الله العظيم. استمروا في فعالياتكم السلمية من مسيرات ووقفات، واستمروا في الدعاء لنا ولكم، ولا تنسوا عبادتكم أو تقصروا فيها، التزموا الاستغفار، فكما تعلمون ما وقع بلاء إلا بذنب وما كشف إلا بتوبة، فتوبوا إلى خالقكم. النصر قريب بإذن الله، والنصر حليفنا وحليفكم. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى. هذا ما تعلمته من أستاذي ومعلمي الدكتور محمد الفقي عليه وعلى جميع شهدائنا رحمة الله، أخوكم الصغير معاذ الفقي.